مسلم يوث هيلبلاين منظمة فتحت خطوطا هاتفية وأيضا آذانا صاغية لانشغالات الشباب البريطاني المسلم. تمرير دأبت عليه منذ أحداث 11 سبتمبر. مهمة ليست بالهينة، ضف أنها تتطلب مهارة في التواصل أحيانا مع حالات نفسية واجتماعية حرجة ليست بعيدة عن ارتكاب الخطأ الذي لا يمكن ترقيعه، ألا وهو الفعل الإرهابي. The cases where a young person is thinking about going down a path of extremism. الحالات التي صادفنا فيها شابا مسلما يشك أن يقع في التطرف حالات نادرة، ولكنها حدثت، وقد كان لنا حديث مع هؤلاء عن العوامل التي دفعتهم إلى الاعتقاد بأن هذا هو الخيار الوحيد في حياتهم. هذا الشباب المسلم يأتي عادة من أسر منكسرة يعانون من البطالة، لا تعليم لهم، كما يعانون من ضغط نفسي كبير، ويعتقدون أنهم لم يعاملوا باحترام في حياتهم، بل كانوا دوما في مواجهة المجتمع. إذا هؤلاء في حالة من الهشاشة تجعلهم عرضة للتشدد والتطرف. تعرف مسلم يوث هيلبلاين أنها مسجلة كمنظمة خيرية تقدم خدمات عقائدية وثقافية على جانب من الحساسية تجاه الشباب المسلم في بريطانيا، وبطريقة مجانية وسرية عندما يتعلق الأمر بالدعم النفسي. الطريقة المفضلة للتواصل هي الهاتف، الطرق الأخرى البريد الإلكتروني والبريد العادي، مع ملاحظة أن كل العاملين بها هم من المتطوعين والمتطوعات. لمواجهة شح الأموال الحكومية بحكم التقشف، فإن مثل هذه المنظمة تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها بالاعتماد على هيئات مستقلة، ولكن أن تتأكد قبل ذلك من الأجندات الأيديولوجية لمثل هذه الهيئات، فليس كلها يسعى لنفس الغرض. مهمة هذه المنظمة تندرج ضمن مقاربة جوارية سادت أيام حكم العماليين ولم تعد تحظى بدعم الحكومة الحالية، مقاربة كانت تسعى لاستقطاب كل الأصوات المعتدلة في الجالية المسلمة ومنحها دور الاقتراب من الشباب المسلم قصد فهم حاجياته وتحصينه من الوقوع في شرك التطرف الديني. دور منظمتنا هو فتح المجال للشباب المسلم حيث بالإمكان تناول أي مشكلة يواجهونها، وعندما يتصلون بنا فإننا نستمع إليهم دون الحكم عليهم ونعاملهم بعطف واحترام. معظم الذين يتصلون بنا لم يجد أذنا صاغية في حياتهم، لا من أسرهم ولا من أصدقائهم ولا من مجتمعهم مع الأسف الشديد. مع مرور الأيام ازدادت مهمة مسلم يوث هيلبلاين تعقدا، فقد صارت تشمل الإغاثة الإنسانية للوافدين الجدد من المسلمين، فضلا عن فهم ملابسات قدومهم والأسباب العميقة التي دفعتهم إلى الهجرة إلى بريطانيا. لبرنامج اليوم على الحرة كمال علواني، لندن.